كل واحد فينا متعلق بحاجة في حياته جدا. الحاجة دي ممكن تتمثل في جهاز تليفون، لاب، لبس بيلبسه على طول عشان هو بيحبه. طب جيت في مرة سألت نفسك انت ليه بتحب الحاجة دي؟ ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ احنا ليه بنحب الحاجات؟ ممكن واحد مثلا نسأله او انت ليه بتحب التليفون ده، يقولك مثلا عشان جايلي هدية من حد انا بحبه. او ممكن نسأل واحد تاني جدا انت ليه بتحب اللاب بتاعك، يقولك اصلا انا حوشت 5 أو 6 شهور لحد ما جبت اللاب ده عشان كده انا بحبه جدا. وبرضه فكره ان الناس اللي هي بتلبس لبس معين وتنزل تمتحن الامتحان بتاعها تلاقي الامتحان طلع سهل فتلبس اللبس هو طول الامتحانات، كل ده يندرج تحت باب اسمه ريليشن شيب، باب العلاقات. نيجي بقى هنا لموضوع الفيديو بتاعنا. هو انا ممكن اتخلى؟ قبل ما نجاوب بس السؤال، ثواني كده اريح بكتير. نرجع تاني لسؤالنا، هو انا ممكن اتخلى؟ هل في زرار لو دوست عليه الحاجه اللي بحبها دي ممكن اتخلى عنها عادي؟ ممكن نتخلى. طب ازاي ممكن تتخلى؟ اول ما تحس ان انت حبيت حاجه قوي وتعلقت بيها جدا ومش قادر تسيبها، ابدا اشتغل على نفسك انك تسيبها. في قميص جالك هديه وقعدت تلبسه على طول وتعلقت بيه جدا، اول ما تحس ان انت اتعلقت بالقميص ده جدا لدرجه فوق الطبيعي، حاول تسيب القميص ده باي طريقه. انك تديه لصاحبك هديه مثلا، عشان ما تجيش في مرحله من المراحل الحاجه اللي انت بتحبها دي تسيطر عليه. واظن الشباب في سن المراهقه فهمني جدا في الحته دي، ما تخليش حاجه تتملك منك وانت في سن المراهقه. مفيش اي حاجه في السن ده تخليك مش قادر تستغنى عنها غير باباك ومامتك. اي حاجه تانيه ملاش اي لازمه. فاول ما تحس ان انت وصلت لدرجه انك مش قادر تستغنى على حاجه معينه سيبها على طول، وصدقني ده اريح لك انت. وقبل ما ننهي الفيديو ما تنساش حاجه مهمه جدا جدا، مستنيكوا هناك. دوسا كوتش، سلام عليكم.